السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي متابعين قناة معلومات وفنون. بإذن الله النهاردة هنوضح لحضراتكم ونعمل تنويه لفيديو الشمس الكبير، مفرش الشمس الكبير. إن شاء الله هنزله لكم الفيديوهات بتاع التصوير بتاعته بالتفصيل. طبعا احنا كنا قدمنا قبل كده مفرش الشمس تاني بس كان صغير للأنتريه، والمفرش دوت بحجمه ده فعلا حصري 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 على القناة بتاعتنا. ما تعملش بالحجم ده، حتى لو كان نزل المفرش الأولاني كان نزل صور على الفيسبوك، لكن هنا المفرش ده بالحجم ده ما منزلش لا صور ولا حد صوره ولا حد نفذه لا في يوتيوب ولا في غيره. ده حصري على القناة بتاعنا، ده يعتبر حصري فكرتي وتنفيذي، ويا ريت يعجبكم وتقولي رأيكم فيه. قبل ما نبدأ نشرحه بإذن الله هنسمي على رسول، هنسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تنسوش تعملنا إعجاب بالصفحة، واللي أول مرة يشوف القناة وما اشتركش يا ريت يعمل لنا اشتراك ويفعل زر الجرس عشان تدعمونا كده ونكبروا القناة بتاعتنا. احنا لسه قناة مبتدئة وبنسمي فيها باسم الله. نبتدي مع بعض ان شاء الله. المفرش هنا عبارة عن وحدات سداسية، عبارة عن بقلوات. طبعا في الفيديو هنشرح كل وحدة بتتعمل ازاي ونشبكهم مع بعض طريقة التشبيك. وهنعمل هنا الوردات دي. الوردات دي مختلفة طبعا عن الوحدات اللي احنا قدمناها في مفرش الشمس الصغير، اكبر طبعا، فطريقة شغلها طبعا اختلفت. هي تقريبا يعني ايه الوحدات، الوحدات اللي هي الوردات دي فيها كتير من مفرش الوردات الكبير اللي احنا قدمناها قبل كده. فهي يعني ايه، الواحد بيعمل حاجة بتيجي في دماغه فكرة تانية بيطبقها. يعني انا اول ما عملت مثلا المفرش الشمس الصغير ده بتاع الانتريه طلع تحفة طبعا. حاولت اعمل مفرش تاني اكبر للسفرة، عملت مفرش الوردات. جات معايا فكرة الوردة كبرناها. جات معايا فكرة تانية، عملت المفرش دوت، خدت الوحدة الكبيرة اللي موجودة في مفرش الوردات وحاولت اوفقها واعملها زي ايه، زي مفرش الشمس. عملت مفرش الشمس الكبير. يعني هي كلها اجتهادات كده، ويا ريت يكون اجتهادي دوت ايه يعني ايه يعجبكم. وحاولنا طبعا نشبكها. طبعا انا جيت هنا اشبكها زي المفرش الشمس التاني، مع حجم الوردة اللي هي بنشبك فيها اختلف، فطريقة التشبيك اختلفت. عشان كده انا عملت لكم على فيديو تاني، انا كنت بس هعمل تنويه عليه. بس لقيت طريقة التشبيك هنا مختلفة عن طريقة تشبيك المفرش التاني اللي هو الشمس الصغير، فحبيت اعمله لكم واصوره لكم عشان اللي عايز يعمل مفرش للسفرة. ده جميل جدا. وقبل كده برضو المفرش بتاع الوردات كان جميل تحفة جدا. هنا ممكن نستفيد هنا بالوحدات، هنا الفاضية دي نحط فيها فازة، بنحط جنبها علبة مالية. بصراحة هو واخد المفرش الترابيزة كلها، فمش عاطيني مجال ان انا احط حاجة جنبه. ممكن احط بقى ايه في الفتحات دي 2 شمعدان، هتبقى جميلة جدا، لان هو المفرش زي ما انتم شايفين كده واخد السفرة كلها، مش عاطش مجال ان احط، مفيش غير ان الفتحات اللي في النص ان انا ممكن احط فيها 2 شمعدان. وهصور لكم ان شاء الله شمعدان كده تحفة واجيبه لكم، وان شاء الله يا ربنا يعجبكم. وحبايبي انا طبعا احنا ايه عايزين نكبر القناة ديكو. لما تعملوا لنا لايكات، طبعا الفيديوهات هتنزل تتعرض ياما على اليوتيوب. ودلوقتي طبعا لما هنشتركوا اكتر بإذن الله هنحاول نكبر القناة بتاعتنا، وانا بكبر بيكو. وياريت تشرفوني بتعليقاتكم، انا عايزه اعرف رايكم، تقولوا لي حلو، وحش،
الفيديو طول، الفيديو قصر، الشرح فيه مشكلة، وانا تحت امركم في اي حاجة، لو في حاجة اعملها لكم اشرحها لكم تاني مفيش مشكلة. وانا حبيت بس ايه اعمل لكم فيديو كده تنويهي علشان تتفرجوا على منظره، هو منظره كده بصوا جميل وتحفة والله. وطبعا يشرفني ان هو يكون فكرتي وتنفيذي، انا مش واخداه من حد. وريت بقى ايه دوت دعم للقناة لينا، ان احنا دايما بنشتغله شغل بتاعنا مش بناخد من حد، حتى لو في حاجة بنعملها بتبقى فكرتها موجودة على اليوتيوب او على الفيس بناخدها وبنطورها بنضيف لها، ولو في حاجة مكررة بنقول برضو المصداقية بتاعتنا، بنقول ان دي متصورة اكتر من مرة بس انا بحب اعرضها لكم طريقة شرح مختلفة. يعني في حاجات تانية مثلا بتبقى انا موجودة فعلا اوريدي على اليوتيوب في شرحها وكله، بس انا بحس وانا بتفرج عليها ان الشرح بتاعها لو كان اتشرح بطريقة تانية كان يبقى افضل، او بطريقة شغل تانية بتبقى افضل. فعشان كده انا بحاول اوصل لكم ان هي القناة دي تعتبر تعليمية، بنوصل لكم فيها فكرة ويا رب نستفيد بيها. انا استفدت من افكار ناس تانية، كنت طبعا انا اتعلمت متحدش، انا اتعلمت على اليوتيوب وده شرف ليا ان انا اتعلم على اليوتيوب، فكمان حبيت برضو غيري يستفيد بفكرة اليوتيوب ويتعلم زينا. واللي غاوي طبعا في ناس كتير بتتفرج وما بتفهمش حاجة لانها مش غاوية، هي اهم حاجة في الخرز والحاجات دي ان الواحد يكون غاوي الشغل ده. ومش هطول على حضراتكم، ويا ريت اعرف ارائكم، تكتبوا لي تعليقاتكم، واللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.